اول طريقة موجودة عندنا وهي استخدام الكونفيجريشن تشينج، بمعنى انك تمنع السيستم ان هو يعمل ريستارت للاكتيفيتي. ما هي الفكرة كلها ان الاكتيفيتي عشان بتعمل ريستارت فبيروح يرسم الحاجة تاني، فاحنا لا هنمنع السيستم اصلا ان هو ايه يعمل ريستارت. تعالوا نجربها مع بعض ونشوف هل دي ليها مشاكل ولا ملهاش مشاكل. هنا ان انا امنع السيستم ان هو يعمل ريستارت ده بيتم عندنا باستخدام الفايل اللي هو الاندرويد مانيفست دوت اكس ام ال. فهنا جوه الفايل بتاعنا اللي متعرف جواه هنا المين اكتيفيتي، هاجي بقى عند المين اكتيفيتي وابدا اقول له config changes او اللي هي configuration changes. هبدأ ان انا اعرف بقى هنا ايه ان انا اعرف ال changes اللي انا عاوزها عشان الاكتيفيتي هي تهندلها بقى، بحيث ان احنا الاكتيفيتي بتاعتنا ايه ما تعملش ريستارت. طيب اول حاجة احنا عندنا مشكلة في موضوع ايه الاورينتيشن. الحاجة التانية ان انت لما بتعمل اورينتيشن زي ما انت شفت قبل كده ان حجم الشاشة بيتغير، زي ما انت شايف هنا الارتفاع هو ايه بقى مكان العرض والعرض بقى مكان الارتفاع. يبقى انا هقول له هنا انا اللي هبدأ هنا اعمل هاندلنج، يعني لا ما تعملش ريستارت في حالة الاورينتيشن ولا ريستارت في حالة تغيير السكرين سايز اللي هو حجم الشاشة بتاعتي. فتعالوا كده نعمل ران ونبص عليها دلوقتي. ده هنا جوه تاج الاكتيفيتي، فزي ما انتم شايفين هنا عندنا اميزنج جود واوكي الحاجات اللي هي الموجودة. فلو جيت انا عندي هنا عند الكوست اوف سيرفيس وكتبت ايا كان الرقم ودوست اوكي وعملت هنا كالكيوليت وطلع لي الرقم اهو اللي هو 2. لو جيت انت بقى تعمل روتيشن دلوقتي هتلاقي ان في مشكلة اصلا ظهرت، ان المفروض لما انت كنت بتعمل روتيشن كان بيروح ينادي على ايه على الديزاين ده اللي هو الراديو بوتنز هوريزونتالي، يعني هما جنب بعض. فاللي حصل هنا افتكر ان انت منعت السيستم ان هو يعمل ريستارت. يعني الفكرة السيستم هو كان لما هيعمل ريستارت هيروح يشوف لو في فايل يشتغل في اللاندسكيب، لا انت منعته بقى ان هو يعمل الخطوة دي، فطبعا دي مشكلة. بس انا بس عايز اوريك حاجة هنا، لو جيت اشغل الابليكيشن بتاعي اهو، بس خليها كده ايه نقفله تماما. فعندي هنا ده الابليكيشن اهو، فزي ما انتم شايفين هنا لما بيفتح في الاول خالص هو لسه ما عملش الستارت، فلا اول مره يفتح لا لاندسكيب فهيشغل اللاندسكيب عادي. فهنا مثلا ده الرقم بتاعنا اهو، ودوست هنا على كالكيوليت وطلع لي اهو. لو انت بقى عملت هنا روتيشن، خلي بالك هم هنا جنب بعض، لو جيت هنا عملت روتيشن اول حاجه عايزك تركز عليها ان الرقم زي ما هو لانك منعت السيستم ان هو يعمل ريستارت، فبالتالي الموضوع هنا بالنسبه لنا ايه خلاص هيحتفظ بالقيمه، ولكن عشان انت هنا ما عملش ريستارت فمازال مش هيروح ينادي على الفايل التاني الاساسي اللي هو ده. فزي ما انت شايف بقى كل شوية الديزاين بتاعنا ايه مش مظبوط. فعشان كده احنا بنعتبر استخدام الكونفيجوريشن تشينج ده استخدام كملجأ اخير لموضوع ان انت لو عندك فيه مشكلة في الابليكيشن بتاعك، لكن غير كده بيكون في طرق تانية ودي اللي احنا فعليا هنكون بنبص عليه. فانت حاول على قد ما تقدر انك تبعد عن configuration changes، ولكن انا بس عشان بشرح لك من الاول بوريك الموضوع تقدر تحله ازاي وايه الطريقة الاحسن وايه مشاكل الطريقة دي عشان فعلا تفهم الموضوع بشكل كويس.